والغاية العظيمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجن والبشر والملائكة وغيرهم من الخلق أو غيرهم من الخلق، إنما خلقهم الله لعبادة الله وحده لا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا وجابنا في الدنيا دي زي ما قال في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية جاءت بالأسلوب العربي الرصين في الحصر، وهو أسلوب النفي في قوله وما خلقت، هذا نفي، والإثبات والحصر بأداة الاستثناء إلا ليعبدون. وهذا عند العلماء يسمى بالاستثناء المفرغ من أعم أحواله، أي ما خلقت الجن والإنس لشيء إلا لعبادتي. واللام هنا لبيان الحكمة. وهذا الحق الذي جاءت به الأنبياء والمرسلون، وهو دعوة جميع الرسل، هذا الحق لا يطلب من الناس ويستسمح من الناس أن يأتوا به. يعني أخواننا الرسل ما بيجوا للناس، ولا المفروض الإنسان يعني يخط في راسه إنه يجي يحنسوه للحق ده، يعني يقول لي عليك الله، يعني حق الله ده ادي له. فعلى حسب مزاجه، إذا داير يدي الله حقه، وإذا ما داير ما يدي الله حقه. لا، هذا الحق حق واجب حتم على الإنسان لازم، وهو من حكمة الله جل وعلا. عشان كده ربنا قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي لا لغاية إلا للأكل والشرب والاستمتاع بالدنيا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا يعد سفها ينزه عنه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ما ممكن يخلق خلق عبث وسفه، ولا من أجل غاية. وكمان ربنا سبحانه وتعالى ما يخلق خلق ويرسل لهم رسل ويوم القيامة ما حيحاسبهم، لأنه الإنسان يا أخواننا إذا قالوا له أعمل وما في حساب ما بيتقن العمل. عشان كده ربنا قال: والذي خلق الموت والحياة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم شنو أحسن عملا. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا لحكم عظيمة، وهي عبادته سبحانه وتعالى، وسيحاسبنا بعد أن نموت ونفنى، سنرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك الرجعة، أن الإنسان حيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا علم المسلم خاصة أنه راجع إلى الله، فكيف يلاقي الله؟ يلاقي الله سبحانه وتعالى بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى. وأعظم ما أمر به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك بالله. تجي لربنا سبحانه وتعالى مطبقا وممتثلا لما أمرك به ولما أوجب عليك من عبادته وحده لا شريك له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تجري ربنا بالأعمال الصالحة بالتوحيد الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين، ما تبقى زي ذلك المداح، نسأل الله أن يهديه، اللي قال: جيناك يا كاب الهمل، لا دنيا لا دين لا عمل.
انت جاي لشنو ذاته؟ جاي ليه؟ وهل ربنا سبحانه وتعالى ما ارسل لك كتاب وما ارسل لك ما انزل لك كتاب وما ارسل لك رسول؟ جاي ساكت كده؟ ها؟ ربنا قال: ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها، الاخرة عندها سعي، ما تجي ساكت. وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. فانت البني ادم ده حيمشي لربنا سبحانه وتعالى، عشان كده ربنا قال: لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. محل في النص ماف. يا الانسان يتقدم في الصراط المستقيم حتى يصل الى جنة الله سبحانه وتعالى، واما ان يتاخر الى نار الله نعوذ بالله من الخذلان ومن الخسران. عشان كده الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا إلى البشر وإلى الناس بأمر عظيم، يا أخ أمر ذاته، أمر في غاية العظمة وفي غاية الحكمة، ويفرح به من كان على فطرة سوية، عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يصرف الإنسان العبادات لله سبحانه وتعالى، ده أمر جبل عليه الناس فطرة. بالفطرة الإنسان يحب ربه ويصرف إليه العبادات ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن ربنا أوجدك من العدم، ربنا أداك الرزق، ربنا سبحانه وتعالى أداك الصحة، ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بالسكن بالمال، لقيت نفسك في عشيرة، إلى غير ذلك من النعم التي أنعم الله بها عليك، فوجب عليك على أقل الأحوال أن تشكر لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ربنا سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، ما محتاج لأحد، ولا يريد من الخلق شيئا، بل الخلق كلهم فقراء لله سبحانه وتعالى، محتاجون لله جل وعلا، مدبرون. ولذلك يا اخواننا الانسان اذا فهم ان الرسل جاءوا لهذه العباده، عباده الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ونهوا الناس عن من ان يصرفوا العباده لغير الله سبحانه وتعالى. والأمر ده ربنا سبحانه وتعالى، لأنه في شبهات منتشرة، الأمر ده يا أخواننا إنك تعبد الله براه وما تشرك مع الله أحد، ربنا سبحانه وتعالى حذر منه الرسل والأنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه الصحابة والأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. أول جنو الشرك بالله، أول هذه الموبقات المهلكات التي إذا وقع الإنسان فيها خسر خسرانا عظيما، أولها الشرك بالله. سبع حاجات دي بتهلك الإنسان، أول الشرك بالله، فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولذلك يا أخواننا من صرف شيئا لغير الله من دعاء، بقى ينادي غير الله، ينادي التجاني أو مكاشف أو غيره، أو حتى ينادي الرسل والأنبياء أو ينادي الملائكة أو غيره، ده ما عنده حجة، ما عنده أي حجة ينادي غير ربنا سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله هو الخالق وحده، المالك وحده، المتصرف في الكون وحده، لا مشارك له في ذلك. ربنا لما خلق السماء دي ما في زول شاركه، ولا في زول أعانه، ولا في مخلوق. ربنا سبحانه وتعالى أوكل له خلق شيء من السماوات أو الأرض، يبقى ده ما بيستحق العبادة. لو كان خلق مع الله حاجة كان صرفنا ليش من العبادة. عشان كده ربنا قال: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم، الآية دي بتنكر على الناس الجعلوا لغير الله شركاء، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، أو صالحين أو غير صالحين. ربنا قال: قل أفاتخذتم من دوني أولياء
لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ما حصل اليوم يا أخواننا زول مرق الخلا برا الزراعة لقى أبو سبعين خلقوا ربنا سبحانه وتعالى وأبو سبعين خلقوا الكولخ السنغالي مثلا. ما في زول مشى برا لقى في تريد خلقوا ربنا سبحانه وتعالى وفي تريد خلقوا نبي من الأنبياء. ما في زول مشى في الشارع لقى خروف أو جدادة أو حمامة أو طيرة أو غيره خلق ربنا سبحانه وتعالى وأخرى قد خلقها غير الله سبحانه وتعالى. حصل؟ ما حصل. طيب ليه الناس بيصرفوا ليه والعبادة؟ ده ما سؤال. عشان كده ابن كثير قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة والذي يستحق أن تصرف له هذه العبادات. ولذلك شوف الإنسان يا أخواننا بيحترم والدينه لأن والدينه اعتنوا به وتولوا في الدنيا وفي صغر أمره فبيسمع الإنسان كلامه. وإذا ما سمع كلامه طبعا مرات تلقى في بعض الأسر في مشاكل زي دي يقول لك امشي اسمع كلام الناس التانين الناس التانين ولدوه الناس التانين ولدوه ده ما كلام صحيح. ولذلك ولله المثل الأعلى ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون ده كله براه ما في أحد شارك الله في خلق شيء من الكون لماذا يدعى غير الله؟ ولكن هذا كله من باب الكذب. في ناسنا ادعوا إنهم عندهم مشاركين ربنا سبحانه وتعالى في تصريف الكون عشان كده بقول لك ناديني أنا ناديني أنا. تلقى واحد بيجي يقول لك والله شيخنا ده ربنا ملك الكون 33 سنة ما نقص منه جناح بعوضة. الكتاب اسمه سراج السالكين الصفحة تقريبا 114 طبعت المجلس القومي للذكر والذاكرين ووزارة الإرشاد في ذلك الزمن طبعوا الكتاب ده. قال لك أولياء الله الكمل 8 4 باليمن و4 بالسودان يعني تاني ما في زول خاش الجنة إلا الثمانية ديل. ليه؟ لأنه ما بخش الجنة إلا ولي. ربنا قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فديل قالوا قال فكف عن ذكر الذين باليمن قال وأما الذين بالسودان فذكر منهم زول واحد اسمه قال دفع الله المصوبا مصوبا الحضرات قال وقد جر الشمس مع الملائكة كذا وكذا من السنين 40 سنة. وربنا قال عن الشمس والشمس تجري براها ربنا أسند لها الفعل والشمس تجري هي براها تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال والشيخ الطيب ود البشير وقد ملكه الله الكون 33 سنة فما نقص منه جناح بعوضة. وإذا سألت أبو لهب وأبو جهل والكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يملك الكون حيقولوا الله. وين الكلام ده؟ سورة المؤمنون ربنا قال قل من بيده ملكوت كل شيء. وهذا تلقين من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم للحجة. قال له ناظر الناس ديل وأقنعهم قل لهم الماسك الكون منه لما اعترفوا لك بعد ذاك شنو قرر لهم توحيد العبادة ودي طريقة قرآنية. زي زول اللي بيجي يقول يا خل واطادي واطاتي تقول لي يا زول انت من الحلة دي ده ما سؤال. انت اول حاجة شنو دي معلومة متفق على يقول لك والله انا ما من الحلة دي. طيب انت الواطدي عارف اسياد منه يقول لك ما عارف اسياد منه. طيب تكون حقتك كيف؟ ها تكون حقتك كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي شوف الحجة دي قوية كيف. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قول للكفار ناس ابو لهب وابو جهل والكفار جوا جهنم الماسك الكون منه قل من بيده ملكوت كل شيء أي حاجة الرزق ولد صحة عافية غيب مطر كله
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون لله. بيقول لك الكون وتصريفه ده كله عند الله، شيوخنا ما عندهم حاجة، والأولياء بتاعنا ما عندهم حاجة، ناسنا الليلة قالوا لك الأولياء بتاعنا عندهم حاجة. أها رأيكم شنو يا ناس؟ يا أخي المشركين الأوائل كان بيقولوا في التلبية في الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الشريك ده ذاته لا عنده تصرف في الكون، لأنه في ناس بيقول لك لا إله إلا الله ما معناه واضح، يقول لك لا خالق إلا الله، احنا يقول لك يا زول هوي الدين ده واضح، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله بمعنى لا إله إلا الله. ليس هذا معنى لا إله إلا الله، ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله لما قال الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة صاد، أها الآية، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ربنا قال في سورة الصافات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ولذلك أخواننا أن إحنا الليلة في مراحل بعيدة، والكلام ده ما كلام مخفي، ولا بقولوا ناس، في ناس بيحاولوا يجمعوا لك بين الناس يقول لك لا لا يا أخي الموضوع ده سهل جدا، ده بقولوا الناس الجهلة الناس اللي ما عارفين وكده، لا 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 لا، ده بقولوا شيوخ وفوكا يا كبار في البلد دي، ها الناس بتجي جارية له، زي واحد دكتور في الإسلامية يقري مادة التفسير قال في لطلاب كلية الطب، ده قال اسمه الخنجر، قال نحن بعد مرات المطر ما بينزل بنمشي للشيوخ، شوف الزول ده كيف، قال بندفع البياض يقروا ياسين بينزل المطر، شوف الكلام ده كيف، وقال المطر ذاته شنو قال؟ بدو حسب الطلب، داير مطر بألف جنيه، مطر بخمسمية، ها مطر لثلاثة أحواض، فهمت؟ كلام عجيب ذاته، فهمت؟ والكلام موجود مسجل قاعد، عرفته؟ المطر عنده أسباب، فذهب الناس يبحثوا، نحن في السودان مرات بنمشي للمشايخ بندفع القروش يقروا ياسين بتنزل الأمطار، والمطر زاد مرات بيدوها على حسب الطلب، عجبك عجبك ما عجبك أمشي أفتح لك بلاغ في الشرطة، في ناس بيدوا المطر على حسب الطلب، عرفتها؟ وربنا سبحانه وتعالى اخواننا في سوره يعني سوره الواقع ربنا قال افرايتم الماء الذي تشربون اانتم، شوف التحدي ده كيف، انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون، ده تحدي من الله سبحانه وتعالى. وفي الحجه برضو ربنا قال الم يروا انا نسوق الماء، انا نسوق الماء، ده قال بيجيب لك المطر على حسب الطلب، والبسوق الماء ربنا سبحانه وتعالى أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فأنا دار صليت لمسألة معينة يا أخوان، إنه الليلة الشركة الموجودة الآن ده أخطر من الشركة الموجود زمن أبو جهل، السبب بتاعه شنو؟ السبب أولا يا أخواننا الجهل بدين الله والسكوت عن تعليم الناس التوحيد والإيمان ونشر ذلك بين الناس. بل قبل فترة النوعيات دي ذاتها ناس المطر وما المطر ديل قالوا دارين يحذفوا مقررات التوحيد في سنة سابعة وثالثة ثانوي، التوحيد إنه الله بنزل المطر وإنه ربنا سبحانه وتعالى بيهب الذرية وحده لا شريك له، قالوا دي دارين يشيلوها برا، وانه الانسان يعبد الله براه ما يشرك بالله شيئا قالوا دارين يشيلوها برا لانها ما بتنفع معهم، ديل النوعيات دي عرفتها. فالليله الشرك الموجود ده سبب اول حاجه الجهل، ربنا قال فاعلم انه لا اله الا الله، فالايمان والتوحيد علم يا اخواننا الانسان بيتعلمه، وده نجاتك يوم القيامه
إذا نجوت منه حوسبت، وإن لم تنجو منه كنت خاسرا بجميع أعمالك. ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، هل آية بعد يجنوا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما أعمالهم الصالحة لا تزن شيئا. لماذا؟ لأنهم سقطوا في مادة التوحيد، ما عندهم توحيد، ما عندهم أي عمل صالح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك أهم حاجة يا أخوانا المعتقد الصحيح في الله سبحانه وتعالى، وألا يشوب الإنسان ذلك بشيء مما يناقض التوحيد والعقيدة. السبب الثاني الغلو، الغلو. وزمان كان الغلو في الصالحين، ربنا قال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ديك ابن عباس رضي الله عنهما قال دي أسماء لخمسة رجال صالحين في قوم نوح، لما ماتوا قال أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، أعملوا لهم أشكال وصور في هيئة هؤلاء الصالحين من الحجار وغيره، فلم تعبد حتى إذا مات أولئك وتنسخ العلم، أي نسي العلم، عبدت من دون الله. يقول يا زول نحن أبهاتنا ذيل انت قايل خاتين اللات ده ساكت، اللات صالح والعزة وود صالح وسواع صالح ويغوث ويعوق ونسرة كلهم صالحين. يقول لك ما كان أبواتنا بخدتو ساي، ده كان ده للمطر وده للولد وده للأرزاق وده من العوارض وده من العين وده من السحر، كانوا بيستغيثوا بهم ويدعوهم من دون الله. فكان سبب أول شرك وقع في الأرض الغلو في الصالحين. زمان كانوا صالحين لكن الليلة ما صالحين، كتبهم الكتبوا بيدهم قالت كده. زول بيقول للناس اعبدوني أنا مع الله، ده صالح؟ زول بيقول إنه غير الله بيتصرف في الكون، ده صالح؟ زول بيقول إنه بيهرش ملائكة الله، ده صالح؟ ها؟ زول بيقول إنه بيهرش الملائكة بتاعين الله، كتابة زهير الرياض واعترفوا به الصوفية في تلفزيون سودانية 24 اس 24 والكلام موجود الآن في اليوتيوب، ما ناكرين ذاته، وده بتاع الجيلي بتاع طابت ده ذاته، فهمت؟ ده جده بينشر الكتاب ده إلى الآن، المات والخليفة الجه. ده قال جاءوا ملك الموت لعزرائيل لقبض روح أحمد ولده، قال فقال لو ارجع إلى ربك فإن الأمر قد نسخ. وربنا سبحانه وتعالى قال، ربنا سبحانه وتعالى قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ها؟ وربنا قال لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالسبب يا أخواننا الغلو، الغلو. يقوموا يستدلوا لك، يجيبوا لك شبهات، يستدلوا ببعض الأحاديث الصحيحة يفهموها غلط، أو تكون في الأصل أحاديث ما ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك أنهم يستدلون بحديث صحيح ورد في فضل الأولياء، وده حديث صحيح، قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وده فيه يا أخواننا الحديث ده فيه ترغيب للناس إنهم كلهم يبقوا أولياء لله، مش فيه ترغيب إنك تمشي تطوف بقبر أو تشلك تراب بتاع زول أو تمشي تشلك عود بتاع شيخ أو فكيه تمشي تستشفى به أو تطلب به مدد أو نفع من غير الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعمل الصالحات ويكثر منها فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ربنا سبحانه وتعالى صليت الفريضة جبت بعديها الشفع والوتر، ربنا بحبك. إذا صمت رمضان وبقيت تصوم الاثنين الخميس أو تصوم يوم واحد في الشهر أو تصوم يوم عرفة أو
يوم عاشوراء وهكذا. ربنا سبحانه وتعالى يحبك. بعد ما انتهيت من الأذكار بعد الصلوات صرت تذكر الله سبحانه وتعالى في شغلك، في الشارع، في البيت، في وقت انتظار بتاع طبيب بتاع غيره، تقول سبحان الله، الحمد لله، استغفر الله، اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. دي كل أعمال صالحة، ربنا سبحانه وتعالى يحبك. عشان كده قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى شنو؟ أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث ده قاموا الجماعة ديل قالوا أيوة، مش هنا في الحديث ربنا سبحانه وتعالى قال كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه إلى آخر. يقول لك يا سلام، معناته الولي من أولياء الله بعين زي بصر الله سبحانه وتعالى، بيشوف هناك للنهاية. والكلام ده قاله في الإعلام وقاعد في الكتب بتاعتهم، كتاب اسمه الدرر السنية، قال بتاع واحد اسمه زين دحلان قديم بدري، فهمت؟ وقال بيسمعك الشيخ. عشان كده قال نادري كينيك كالبرق رمش يلف الغرقان سوال وينش. وقال ومهما مريدي تمسك بي وكن بي واثقة لأحميك في الدنيا ويوم القيامة. وقال قولت يا كالبرق لاح أبويا الشيخ يغطي الكون بجناح. كتاب اسمه قصيد ودرحمة، ده بتاع الطريقة المكاشفية، فهمت؟ فقال بيسمعك، قال كسمع الله سبحانه وتعالى يلفاك. يا أخي والله الآن طلع تلفونك لو عندك رقم واحد من الشيوخ ديل يتكلم معه بالراحة، يقول لك أيوة تلفونك كعب ولا جنو، صلح السماعة. أنت بيسمعها ما بيسمعك. يا أخي واحد من الشباب من أخواننا جزاه الله خير شغال ميكانيكي، شغال كهرباء السيارات في الخرطوم هناك في المنطقة، فجاء ودى البرعي، فاتح البرعي ده، فهمت؟ وده الناس بيدعوا من دون الله، بيشتغلوا له في زراعته وحواشاته مجان، بس بيديهم الاكل ويشتغل لهم مجان. المهم ده ماشي عنده عربية أوباما آخر موديل، مشى في الجيزان بتاعت البلد دي، نحن بنعرفها كويس، وكان أيام الخريف، فقام خش في محل كده العربية غطست له الأبواب، لما مرق بالفتحة بتاعت السقف وقام نادى الجماعة ودق تلفونات وانتظر كم ساعة لغاية ما العربية مرقوا له وبيوينش وشالوها سحاب وجابوها الخرطوم. وقام جاء قالوا له ما في زول بيصلح عليك إلا فلان ده، كويس، والفلان ده زول موحد تمام. جابوا بعدين الشيخ طقاه وملاريا. يا أخي والله لكن الشيوخ ديل العلاج عندهم والموت عندهم، واحد يموت في تركيا، واحد يموت في ألمانيا، انت زول مسكين ساكت مباري الشيخ 40 سنة، يكون عندك أزمة ولا يكون عندك سل ظلايش في المسلمين يقوم يديك بخرة ينتهي منك مرة واحد. والشيخ يشيل القروش دي يمشي يتعالج بها في بلاد برة، في بلاد برة. شوف الكلام ده كيف، ده جاته حمى وملاريا راقد في السيراميك ما قادر يرقد في أي حاجة ويكتكت من البرد، وفي ناس تلقاهم بيندهوا أبويا الشيخ الحقني ياخذ بكتكت. الشيخ ده سنونه لما انصر رجل انت راجيه ينقذك وراجيه ينفعك. ولذلك يا أخواننا اللي بيتعلق بمخلوق يتعلق بضعيف. ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ده يستدل بالحديث ده ما فهمه فهم صحيح. عشان كده العلماء لما شرحوا الحديث ده كالعلامة ابن حجر رحمه الله، قال العلامة ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال وقد استدل قوم من الزنادقة على أن المخلوق يصير في صفاته كالخالق بهذا الحديث. يعني اللي بيستدلوا بالكلام ده المجموعة من الزنادقة، والرد عليهم في الحديث ذاته. أول حاجة الحديث بدأ بشنو؟ قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه
أول حاجة ربنا سماه شنو؟ عبد. فإذا كان هو عبد معناه ما يقدر يسوي الحاجات دي. ده نمرة واحد. نمرة اثنين قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فهو بيتقرب إلى الله لأنه محتاج إلى رحمة الله وإلى مغفرة الله وإلى جنة الله وإلى أن ينجيه الله من عذاب النار. من الرد عليه في نهاية الحديث قال ولئن سألني لأعطينه. طيب هو كده بقى بيسمعك وبقى لحاق بعيد وبقى سابغياء وبقى أسرع من التلفون، طيب ليه في نهاية الحديث قال ولئن سألني لأعطينه؟ ها ليه؟ يبقى هو يا أخواننا ضعيف. قال ولئن استعاذني، أنت عارف الاستعاذة معناه شنو؟ معناه الاحتماء. أعوذ، قل أعوذ برب الفلق أي أحتمي برب الفلق. قل أعوذ برب الناس أي أحتمي برب الناس. فهنا قال ولئن استعاذني لأعيذنه. يبقى هو يا أخواننا هو عبد ضعيف. طيب معنى العبارات الواردة في الحديث دي شنو؟ قال ابن حجر رحمه الله ومعناها ذكر أقوال كثيرة ومنها وقال دي اللي بتدور عليه والمعاني أنها تدور حول أن الله سبحانه وتعالى يوفقه فلا يستعمل هذه الجوارح التي هي من نعم الله لا يستعملها إلا في طاعة الله. زول يسمع كنت سمعه الذي يسمع به لا يسمع إلا الخير، يسمع القرآن، يسمع القرآن، يسمع الحديث، يسمع المواعظ، يسمع الشيء المباح، يسمع الأشياء المباحة، ما بيسمع في الباطل من الشرك ومن الأغاني ومن سب الدين. واحد تلقاه يهوى سب الدين تلقاه يستمع، واحد تلقاه بيستمع للأغاني. فربنا سبحانه وتعالى يوفق ما يسمع إلا الخير. وكنت يده التي يبطش بها لا يستعمل يده إلا في الخير. فواحد يده دي ربنا أنعم بها عليه، هذه من نعم الله اليد. واحد تلقاه بيستعملها في السجائر، فهمت؟ واحد تلقاه في البنجو، ربنا اداه يدين شغال يلف بهم، فهمت؟ شغال يفتل، تفتل في شنو هذول؟ ها؟ دي نعم من ربنا. وبعدين انت ربنا بيسألك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه شنو؟ مسؤول، ربنا حيسألك عنه. فدي نعم ربنا ادى للعبد، فهمت؟ والرجلين يمشي بين للحرام، فربنا سبحانه وتعالى يحفظ ما يمشي للحرام. ولذلك الإنسان الغلو يا أخوان، عشان كده ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال له ائتني بحصيات، ده في الحج عشان يرمي بين الجمرات. فجاء ابن عباس بحصيات مثل حبة الحمص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهو مجاوزة الحد في الإطراء. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، أو كما قال وقال في لفظ آخر لا يستهوينكم الشيطان أو لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. وقال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. أسئل ليلة ناس بشر مخلوقين عباد زينا سودانيين يدوم لك مكانات كبيرة. قال في كتاب طبقات الضيف الله ده بقروا في جامعة الخرطوم والسودان، وعملوا احتفال كبير في قاعة الشارقة جامعة الخرطوم، واحتفلوا به في سنار عاصمة الثقافة. كتاب ده تاع طبقات الضيف الله. قال درجات الأولياء ثلاثة. طبعا يا أخواننا درجات الأولياء تختلف بالإيمان والتقوى، والإيمان يزيد وجنه وينقص، والتقوى تزيد وتنقص. الإنسان بعض مرات تجي عليه أحوال تلقى إيمانه تمام، زول بيع ما شاء الله قاري يقرأ في القرآن ويصلي بالليل وكذا، وبعض أيام تلقاه بس محافظ على الفرائض. فالإيمان يزيد شنو وينقص. فالدرجات والمراتب عند الله لا يعلمها إلا الله. الإنسان الواحد درجاته بتتفاوت، لكن هذا الكلام الباطل. قال درجات الأولياء ثلاثة، قال صغرى ووسطى وكبرى.
فالصغرى أن يطيروا في الهواء وأن يمشوا على ظهر الماء. عشان يعرفوك ولي لابد تمشي في ظهر الموية وتطير في الهواء. والغريب أنه الموضوع ده كله بقى أساطير ساكت، بقى في الكتب. يعني لو قلنا لهم ورونا بيان بالعمل، بيان بالعمل، ولي يقطع بس بيجاي النيل الأزرق ده بس يقطعه، ولا ما يقطعه بس يمشي 10 متر ويجي راجع. ما في واحد بيعمله، ما في واحد بيعمله، فهمت؟ لأنه بنقرأ لك آية الكرسي أنت وشياطينك بتغطس جوه، فهمت؟ قالوا أن يطيروا في الهواء برضو ما في. من أعجب العجائب واحد اسمه الدلوبيض قال جاء من الحجاز وقطع البحر الأحمر بالفركة بتاعته، بالفروة، مش بالفروة بتاعته، أنا ما أعرف فيها جواز ومياه إقليمية والشغلة دي فيها ولا ما في. المهم قال والوسطى قال أن ينطقوا بالمغيبات، إنه الأولياء قال بيعلموا الغيب. يا حادثة الإفك، النبي عليه الصلاة والسلام مكث شهرا كاملا، شهرا كاملا لم ينزل إليه وحي، وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس حتى يبرئ زوجه رضي الله عنها ويقول إن فلان ابن فلان كاذب وما حصل كذا وكذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنافقين 80 نفر في غزوة تبوك يتخلفوا عنا ومعهم 3 من الصحابة رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة جاءوا واعترفوا بتخلفهم، أي بأنهم ما خرجوا مع الجيش إلا بسبب شرعي، وكل أمرهم إلى الله، قال قوموا حتى يقضي الله، قم أما أنت فقم حتى يقضي الله فيك. الصحابة ديل قاموا، والنبي عليه الصلاة والسلام مكث 50 ليلة لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى سينزل براءته. والمنافقين ما يعلم أنهم صادقين ولا كاذبين، لغاية ما ربنا نزل الآيات في ذم المنافقين والآيات في التوبة على المؤمنين وما فيها من العبر والفوائد. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين هم سادات الأولياء وسادات الأمة ما علموا الغيب، يعلموا لنا دجال؟ واحد يقول لك أرقد لك بالخيرة، وواحد بيقرأ الكف والفنجان والرمالي ست الودع، فهمت؟ وكلام فارق، حتى بيقوا في الأغاني الهابطة بتاعتهم دي، ست الودع أرمي الودع لي كشكشي شوفيه وك، تشوفوا لك شنو؟ أنت تشوف العمل لايز عيونك، أنت فنان ما عندك موضوع ولا شنو؟ يعني خلاص قلت الأدب كملت بشيت للشرك؟ ده هو الساي يا ناس، ودع بتاع شنو؟ يا واحد بيحكي لنا زول كبير في المنطقة شغال، قال مرة أنا مشيت لواحد قال بيدعي علم الغيب والمعرفة، الرمالي ولا بتاع ودع ما بعرفه، المهم قال كدينا نختبره عشان نبين فشله للناس. قام قال له يا أخي كده شوف الحاصل شنو؟ ده قال له عندك أخوك الكبير إن شاء الله جاي من السعودية وحيديك قروش. قال لي يا زول قوم انت دجال، ساي انا اكبر زول وراي بيتين بس، البيت ده ما فيه شغله كثيره، فهمت؟ فناس يا اخواننا لعبوا بالامه، يجي يقول لك غير الله بيعلم الغيب. واحداث كثيره جدا في السيره النبويه تبين ان الانبياء لا يعلمون الغيب، ويكفي قول الله سبحانه وتعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي. فالغلو في هؤلاء الناس وجعل الآلات العظيمة عليهم بالكذب والباطل وإعطائهم ما لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى غر كثيرا من الناس أن يصرفوا لهم العبادات. والله في ناس الواحد لو دار يعرس، كم ما مشى للشيخ ما بعرس، كم ما مشى للشيخ ما بعرس، يقول لك لابد الشيخ ده نستأذنه حتى نشوف الحاصل شنو، فهمت؟ واحد لو ما جاء وجنى بيمشي للشيخ، انت ما سمعته شيخهم الكبير الأصل لهم الباطل في البلد دي البرعي قال شنو في كتاب علم الطريق؟ قال في كل محل يربط ويحل كباش كم أضى طفل. ده أخواننا ما نبز له، ده كلامه قالوا، كلامه نبز، كلامه نبز. قال يربط ويحل في كل محل كم أضى طفل من غير مس وتفل. ديل ما جهال يا ناس، ما جهال. الغلو في الناس ديل سواء كان صالح أو غير صالح ده أدى للناس إلى صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى.
ويدعون مع الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا وقع في الشدائد بدل ما يستعين بالله ويستغيث بالله، زول وقعت به كربة مسحور أو مطبوب، بدل ما يقرأ القرآن والرقية الشرعية من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم يمشي ليديل ويندهم في الشدائد، وتلقاهم رابط له 400 حجاب، فهمت؟ عشان ينفعوه ويدفع عنه الضر. ده كل أخواننا من الباطل الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، والذي يخرج بصاحبه عن ملة الإسلام. وأغلى ما تملك أنت العقيدة الإسلامية. ولذلك أخواننا جاءت دعوة الرسل لتقرير هذا الحق العظيم، حق الله سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وأحايينه يدعو إلى هذا الحق دعوة واضحة صادقة ناصعة واضحة يفهمها أقل الناس فهما، حتى قبضه الله إليه صلى الله عليه وسلم. نبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في حجة الوداع التي رواها جابر، قال فأهل بالتوحيد. وقبل أن يخرج إلى حجة الوداع في السنة العاشرة، أرسل أبا هريرة رضي الله عنه في سنة 9 هجرية، وأذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. تاني قال لهم زول مشرك يطوف بالبيت ما في. والله يا أخواننا مظاهر الزول بيشوفها، زول تلقاه ربنا وفقه يسر له يمشي بيت ربنا سبحانه وتعالى، هناك تلقاه يعمل عمائل عجيبة، واحدين تلقاهم شايلين بخرات، واحد بحجابه، فهمت؟ واحد يقوم يقرأ النور البراق في الكعبة هناك، واحد يقوم ينده شيخه في الكعبة، فهمت؟ وده كل أخواننا، ده إنسان أحبط جميع أعماله الصالحة بما فيها الحج، عرفتها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس يقول عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. يخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمتي فيقطع عليهم وسائل الشرك، فيقول عليه الصلاة فينهى عليه الصلاة والسلام أن يبنى على القبر، أو أن يقعد عليه، أو أن يجصص. القبور ما يجوز أن يبنى عليها غير ترابها، وأن تكون القبور متساوية، وأن لا يزاد فيها، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه قال: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا، وفي رواية ولا صورة إلا طمستها. كل ذلك حتى يقطع النبي صلى الله عليه وسلم علائق الشرك، وحتى يسد النبي صلى الله عليه وسلم ذرائع الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم مارق لحنين للغزوة، في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: ونحن حدثاء عهد بجاهلية، فمررنا بالمشركين ولهم سدرة شجرة ينوطون بها أسلحتهم. في ناس يقول لك يا أخي الكلام ده ذاته ده كلام قديم يا أخي، نحن بنسوبه وشنو؟ أول حاجة تستفيد منه تعرف الشر عشان تبعد منه، ما ضروري الإنسان يكون واقع فوقه، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، في ناس الموضوع ده وقع عليهم في البلد دي، في جايبين في جريدة الدار قبل فترة شجرة بأم درمان، الشجرة دي فوق أي حاجة، زول عيان امشي الشجرة دي شيل منها، زول شنو ما عارف أي مرض الشجرة بتشفيه، برضو مرقة بير برضو بتشفي من جميع الأمراض. ناس الدار قالوا من مزاياها أن من شرب منها شربة لا يضمو بعدها أبدا، والله الذي لا إله غيره. ونفس الكلام قالوا في الموية، قالوا طلعت من قبة عبد المحمود نور الدين، من مزاياها أن من شرب منها لا يضمو بعدها أبدا. وقبل فترة برضو ناس جريت الدار جايبين واحدة هنا في قرية من القرى، قالت شيخة المكاشفي هو مرق من القبر وعمل لها عملية وجاب لها شاش من الجنة. يا زول الجنة فيها شاش وحقن، فهمت؟ ربنا قال فيها ما تشتهي الأنفس، انت بتشتهي لك حقنة؟ عشان تعرف ان اخواننا ذاته كلام مخالف للدين وللعقل وللفطرة، فهمت؟ وكلام كثير. قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كلاما شديدا، وهذا الكلام قاله أناس كانوا حدث عهد بجاهلية، يعني أدوب أسلم. ولذلك يا أخواننا الإنسان يحذر. إذا كان نبي الله إبراهيم عليه السلام يقول في سورة إبراهيم قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، وإبراهيم عليه السلام والذي جادل عن التوحيد، ربنا قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل الصور التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجيتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. شوف إبراهيم عليه السلام جاهد في الدعوة دي كيف، ها جاهد وضرب الأمثال لقومه عشان يفهموا، كسر الأصنام وخلى الفاس في الكبير. العلماء قالوا حتى يقولوا إن هذا الكبير غار من عبادة هؤلاء الناس لمن دونه من الأصنام، عشان يجي يقولوا الكبير ده كسر الجماعة الصغار لأنه ما ممكن يعبدون معه لأنه الكبير. شوف الكلام ده كيف، إذا فهموا دي هيقولوا طيب الخلقنا كيف، الكبير ذاته شنو بيطقوا في راسه. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، قال العلماء أي يعيبهم ويتنقصهم ويذمهم، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا صادقين. ربنا قال فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، مش لأنهم صحيدي ما بتنفع الضر، لا قالوا لأنه خليتوا الآلهة دي من غير حارس. شوف الناس ذي كيف، ها قالوا أي إنكم لأنتم الظالمون، ربنا قال ثم نكسوا على رؤوسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، دل ما بيتكلموا كيف تقول كسر الكبير، وكيف تقول لنا أمشي أسألوهم ولو سألناهم يعني حيتكلموا معنا، أنت بتستهزأ بينا ولا شنو إبراهيم؟ وهذه التي يريدها إبراهيم عليه السلام، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. عشان كذا في سورة مريم إبراهيم عليه السلام كلم أبوه كلام سمح، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لو جاتك المصيبة هل بتعبد مع الله ده ما بيمسك لك، ما بيمسك لك كويس ولا يغني عنك شيئا. يا أخي جريت الدار برضو جايبة واحد شيخ طريقة قادرية في جبرة سرقوا منه الأكسن بتاعته وديل بيقولوا القادرية قال ذراعي من فوق السماوات كلها، يا خمشي جيب مفتاح العجل بس، ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. وديل شوف كمان الحرامية دي سرقوا العربية قزازايا ما كسروا فاتوا، وداك بيشخر للصباح لغاية ما لقى العربية ما في. يا ناس الناس دي كلها فقيرة إلى الله، ربنا قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير القشر البيضاء على نواة البلح، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. من الأسباب التي أدت إلى الضلال إن أخوان الإنسان يتبع الناس في الخير والشر خاصة إذا كان له صحبة سوء. وجاء في حديث المسيب ابن حزن وهو والد سعيد بن المسيب أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة لما جاء يموت أبو طالب وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، قال ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم
قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وعبد الله بن أبي أمية وأبو جهل يقولان له: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف ذاته النازل مجرمين كيف النازل مع عرب نجاط في اللغة العربية دي، حذفوا الهمزة جالوها. ما هو المفروض يكون أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قاموا شالوا الهمزة دي، قالوا له ترغب عن ملة عبد، يعني كلام ذاته مستبعد، كلام ذاته ما بيجي على الرأس. ترغب عن ملة عبد المطلب يعني معنى الكلام، وتسمع إلى كلام ابن أخيك؟ ترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: فماذا لا يكرران عليه حتى قال آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فهو من أهل النار. العباس في البخاري ومسلم رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك أي أبا طالب فإنه كان يذود عنك ويدفع عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال شفعت فيه فصار إلى ضحضاح من نار، يعني بيقى مرق برا. وفي رواية: له شراكان من نار، الشراك السير بتاع السفنجة يعني. قال: يغلي منهما دماغه وهو يحسب أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا. ونزل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالسبب بتاع إصراره على الباطل إنه يا أخواننا صحبة السوء. عشان كده يا أخواننا الإنسان في الدين ما تجامل صحبة السوء، ولو كان هذا الصاحب أبا أو أخا أو ابنا أو غير ذلك. ربنا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخر الآية. فالإنسان لا يترك الحق للناس. وقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى رضا الله في سخط الناس، يعني أنت داير ربنا يرضى عنك وإنت لو عملت الموضوع ده الناس ما بريحوك وبيزعلوا منك ويسخطوا عليك، تخلي الحفلات، تخلي معاهم المشي للباطل، وتخلي معاهم كنت شلة بتاعت بنجو بتاعت غيره وبتاعت فساد، وقمت خليتها ما بخلوك، بقول لك هذا داير تعمل لنا فوق مولانا، وبتين أسلمت وبتين خشيت الجامع، يا زول هوي نارا مضمونة ولا جنة مجهجة، ما بخلوك. مجرمين رب، عشان كده ربنا قال: من الجنة والناس، في جن من الناس، فهمت، شياطين الإنس والجن، فما بخلوك. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لك إنك تبعد عن صحبة السوء لأنه ذيل بيوسوسوا لك كويس ويأذوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتغى رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الزول اللي كان بينبذك ده ذاته في النهاية بيرجع ويتوب ويسكت منك. ومن ابتغى رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. في ناس بيقول لك: يا زول هوي والله نحن معروف عندنا، بس الناس دي لابد نسكتها. تسكتها بالحق ولا بالباطل؟ إذا سكتها بالباطل حيتكلموا فيك زيادة، وإذا سكتها بالحق فطوبى لك ونعمة عين. ولذلك من الأسباب تحت الضلال الصحبة السيئة. ما تجامل في دينك، حياتك واحدة، والناس يا أخواننا نسأل الله العافية والسلامة في غفلة. والمؤمن إذا ذكر ذكر، يتذكر ورجع وأناب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواننا الإنسان لا يعرف متى يموت ومتى يلاقي الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وسيخلف الله لك خيرا مما رأيته أنت ضاع منك. ربنا قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن ينتهوا فقد مضت سنة الأولين، وغير من الأدلة الكثيرة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى سيخلف للعبد
ما دام منفقا وما دام متبعا لمراض الله سبحانه وتعالى ويريد رضا الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى سيخلف له، سواء كان في مكانته الاجتماعية أو سواء كان في ماله أو تجاراته أو غير ذلك مما يخاف عليه سائر الناس، أن الله سيخلف عليه خيرا من ذلك. عشان كده أنت لما تكون مع الله ما تخاف، لو بقيت مع الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذا ربنا سبحانه وتعالى معك، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وصى ابن عباس قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله معناه شنو؟ أمر الله سويه، ومناهي ربنا النهاك عنه خليها وتركها ديانة لله. الله بيحفظك والله بكون معك، تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، عشان ما تخاف من الأمة وما ترضيهم على حساب دينك تضيع دينك. والله رضا الناس غاية لا يدرك، رضا الناس غاية لا يدرك. ولذا قال بعض السلف قالوا إذا عملت بالحق رضي عنك أهل الحق وغضب عليك أهل الباطل. ما في إنسان بيرضوا عنه جنون، بيرضوا عنه جميع الناس. يا أخي الناس ما سلم منهم رب العزة والجلال. في الحديث القدسي يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، ويشتمني وما ينبغي له ذلك، أما شتم إياي فقوله لي ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما أذيته إياي فقوله أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وليس آخر أول الخلق وليس آخر الخلق بأهون علي من أوله، أو كما قال في الحديث. ولذلك أخواننا الإنسان ما ينظر للناس ولا تتبع اتباعا بغير حجة ولا دليل. ربنا سبحانه وتعالى قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فبعدها الآيات جاءت ربنا قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يقرأ عليه من سورة النساء وبلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. قال ابن مسعود قال فرفعت رأسي فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. بعض العلماء قالوا إذا كان الشاهد يبكي فكيف بالمشهود عليه؟ الشاهد هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، عيناه تذرفان، كويس؟ أن احنا المشهود علينا نضحك؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. عشان كده ربنا قال يوم يقوم الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر جنو يا ليتني كنت ترابا. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي جرأك على محارم الله تنتهكها وعلى أوامر الله تعصيها، ما غرك بربك الكريم؟ وبعض العلماء قالوا الجواب في قوله الكريم، يعني عشان ربنا كريم وأمهلك عشان تتوب
انت متجري على الله سبحانه وتعالى، نسأل الله يتوب علينا جميعا. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. شوف الصورة السمحة للبني ادم دي. البني ادم وشه ما تحد ولا خشمك بيت جنبه ولا بتشم بظهرك. ها كان الملاح بعد ساعة حتى تشم سمح ولا ما سمح، صح؟ شوف ربنا بديع خلق الانسان في اي صورة ما شاء ركبك. ولذلك يا اخواننا الانسان عليه ان يتوب وان يرجع الى الله، واول ما يبدا به ان يصلح علاقته بالله، ان يوحد الله ويصرف له العبادات ويعلق قلبه بالله ويعظم ظنه في ربه تبارك وتعالى. ربنا قال فما ظنكم برب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. في ناس بيقول لك يا اخو والله يا اخو والله الشغله دي احنا بقينا عيانين لنا فتره طويله خلاص، ده ظن السوء، ظن السوء. تقول له يا زول ما تمشي لغير الله، ادعو الله بيديك، داير ولد الله بيديك، اي حاجه الله بيديك لها. قال نبي الله زكريا عليه السلام قال ولم اكن بدعائك ربي شقيا، ما كان شقيا بدعاء الله سبحانه وتعالى، لان الله يستجيب له دعاه ويعطيه سؤله، فيرغب الانسان الى ربه تبارك وتعالى ويعظم المساله ويتم التوكل على الله سبحانه وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه الخير والسداد، وجزاكم الله خيرا على هذه الاستضافه والحضور والصبر والاستماع، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، انه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمه الله.